يي حرام، هيدا رفيقي ألس بالهوسبيتال. ليه؟ شو صار؟ ما بعرف، هيئته مريض or something يعني، بس كان معي بالصف هيدا. بعمرك يعني؟ يا كان رفقة كتير منيح يعني أنا وياه. ليه بالمست... يا الله شو صار؟ شو هيدا؟ ليه راحت الكهرباء هلا؟ ما بعرف. ما تقلي نسيت تدفع الفاتورة، بليز ما تقلي. ما دفعتها. ايه ليه ما دفعت حياتي الفاتورة؟ ما في مصاري، ما في مصاري ادفع الفاتورة يعني. شو بدي اعمل؟ كيف بدنا نحضر هلا؟ برا ما نحضر خلص، ما في مصاري. عم بتشوف العالم بيعتم كل يوم اكتر من اللي قبله؟ في مشاكل وظروف صعبة وامراض وتحديات بتخليك ما بتعرف لوين رح تروح، والشيء ده بيخليك تفكر وتدور على طريق احسن، والطريق عتمة ومش عارف تروح لفين. عنا لك الحل يعني بكل بساطة، لحتى تشوف بالعتمة بدك ضوء. يا سلام، شو حل المشاكل انت يا فادي؟ ولان العالم بحاجة لشوية نور حتى يكون احسن، هنكون احنا المكان اللي منه هنشعشع بفيديوهات متنوعة هتجاوب عن تساؤلات واشياء بتخطر على البال، ومع بعض بهيدي الرحلة رح نعرف اشياء اكتر سوا. حتى لو كانت اسئلة ما بنسترجي نسألها قدام الناس، بعتولنا اياها ونحن رح نحاول نجاوبكن عليها. بكل فيديو جديد رح نشوف انه لسه في ضوء بالعالم، لسه الله بشعشع بنور محبته على كل خليقته. يمكن تكون بحاجة لجرعة إيمان تخليك تشعشع للي حواليك وتصير حياتك أحسن، أو بتصير للأسوأ لأنه بيصير في أسئلة أكتر وأصعب من اللي قبله. بس لو وين ما كنت في هيدي الرحلة، لو شو ما كان دوك كبير أو صغير، تذكروا إنكم تشعشعوا وما تنسوا إنه الله بحبكم لو شو ما صار.